بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هنكمل مع بعض دروس بتاعتنا الخاصة بأساسيات، وبركز على كلمة أساسيات التعامل مع موقع كلاس فلو. احنا السلسلة دي كلها عن الأساسيات، وبعد كده إن شاء الله هنبقى نعمل فيديوهات لأشياء معقدة وأكثر ابتكارا وإبداعا. كنا وقفنا عن الكلام عن الموارد، هنبدأ بقى نحط إيه موارد. احنا دخلنا على حسابنا في الجوجل درايف والوان درايف في الفيديو اللي فات، فلقيناه حطلنا مجلدين جوه الموارد اهم. المفروض احنا كمدرسين بنهتم جدا بموضوع التنظيم النظام، فانا النهاردة هتكلم عن موضوع الايه التنظيم. هي ايه الموارد اللي احنا هنحتاج لها؟ هنحتاج للصور، هنحتاج للدروس، هنحتاج للاختبارات والصور. في صور خاصة بالدروس، وفي صور عامة خاصة بعناصر معينة، يعني مثلا في صورة خاصة بعصف ذهني، صورة خاصة بإجابة تفكير، وفي صور البادجات الشرائط اللي هنديها للطلبة، وأي حاجة تانية هنعملها. احنا بنهتم بفكرة التنظيم، فانا لو هزود الموارد الفيديو دوت هيبقى خاص بالتنظيم فقط. فحاجة عند زر جديد، امر جديد، اضغط عليه هلاقي فيه الموارد اللي انا ممكن اعملها كلها. انا عشان بهتم بالتنظيم هختار اول حاجة ايه مجلد. لاحظوا ان انا واقف هنا عند مواردي، خدوا بالكم من دي، انا واقف عند مواردي وهختار مجلد. هتلاقوا تحت مواردي قال لي حط اسم المجلد، وليكن مثلا مكتبة، آسف اللغة العربية، مكتبة الصور، وبدوس انتر كده اتعمل مجلد جديد. لو انا دوست على جديد وحبيت اعمل مجلد تاني، خدوا بالكم انا دلوقتي واقف عند مش مواردي، لا جوه مكتبة الصور اللي في مواردي، يبقى المجلد الجديد هيتحط جوه مكتبة الصور. فهعمل مجلد جديد واسميه مثلا زي ما انتم شفتوا بقى تحت مكتبة الايه الصور، واسميه مثلا صور خاصة بالعناصر او بعناصر معينة. وهرجع تاني على مكتبة الصور وهعمل مجلد اخر وهسميه مثلا الشارات، اي شارة هتعجبني هحطها هنا وادوس انتر. هرجع تاني لمواردي وهحط فيها مجلد واسميه الدروس. طبعا ممكن جوه كل درس اعمل مجلد احط فيه اسم الدرس، بس انا مش محتاج حاجة زي كده، فهيبقى الدروس باسمائها جوه المجلد ده على طول. ممكن اعمل مجلدات زي ما انا عايز، وزي ما انا عملت مجلدات ممكن بكل بساطة احذفها. يعني مثلا باجي على مجلد مثلا مكتبة الصور هلاقي جواه فيه مجلدين، المجلد الشرط هو المختار حاليا، فبدوس على حذف، او لو عايز اعدل في خصائصه او انقله لمكان تاني عندي اهي الزراير ديت. لو انا عايز ادي امر لاكتر من مجلد، ده الزر بتاع التحديد، عايز احدد ده المجلد ده والمجلد ده مع بعض، وادي لهم امر النقل او التحرير او الحذف والازالة. نفس الحكاية طبعا لو انا عايز احذف الدروس، بدوس هنا على الدروس، مش مديني اي امكانية للحذف، بكل بساطة بطلع درجة فوق منه. يعني هدخل على الموارد، مواردي هيجيب لي كل المجلدات، فبختار المجلد بتاع الدروس وابدأ اتعامل معاه. كده احنا انتهينا تقريبا من الارضية اللي بنفرشها عشان نبدأ نحط اول مورد مهم وتفاعلي، وهو الدروس. نكتفي بهذا القدر، ونلقاكم ان شاء الله في الفيديو التالي وعملية انشاء الدرس الاول على موقع كلاس فلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.